المؤتمر العالمي لعلماء هذا الوقت تمر به الإسلامية لا سيما ما يجتاح هذه الأمة اليوم من انحرافات فكرية. لا بد للعلماء من أن يأخذوا زمام المبادرة وأن يوضحوا للناس المحجة وأن يتصدوا لهذه الانحرافات وهذه الصورة المغلوطة التي يتم بثها عن الإسلام. سابقا كنا نواجه حملة مسعورة على ديننا، حملة مسعورة، واليوم نواجه هذه الحملة التي تشوه الإسلام من داخله، وهذا يضعنا أمام مسؤولية كبرى أن نتصدى لحالة التشويه هذه وأن نعيد إبراز قيمنا الإسلامية كما هي بسماحتها بوسطيتها. هذا الدين هو الدين الوسطي، هذه الرسالة هي الرسالة السمحاء التي أعادت الأمور إلى نصابها كما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه الملامح الهامة، هذه الإشراقات في الرسالة المحمدية لا بد من أن توضع في نصابها وأن تحكم حركة المسلمين وأن لا يفسح المجال لأصحاب الضلالات والممارسات المشينة التي تحسب على الإسلام أن يسيطروا على هذه الأمة وأن يتولوا مهمة السير بها إلى حيث لا يرضي الله ولا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واجب العلماء الذين أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم العهد والبيعة أن يبينوا هذا الدين وأن لا يكتمونه كما فعل الناس من قبلنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الملتقى إلى ما يحبه وأن يوفقنا إلى رؤية الحق كما هو وإلى اتباعه وأن يجنبنا الزيغ والضلال. إن الناس، إن الأمة تعقد علينا وعلى هذا الملتقى آمالا كبيرة، فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما تصبو إليه هذه الأمة من فرج وخلاص. لابد أن يكون موقف أيضا داعم لثورات الشعوب الإسلامية المحقة التي تنشد الحرية وتنشد الاستقلال بكل معانيه الاقتصادية والسياسية. لابد لنا أن نقف مع فلسطين في أزمتها وفي ما تعانيه اليوم من هجمة صهيونية شرسة. نشكر حكومة تركيا ونشكر هذا البلد العظيم الذي كان في يوم من الأيام قبلة الأوطان وكان في يوم من الأيام عاصمة الخلافة الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق تركيا والقائمين على تركيا إلى ما يحبه ويرضاه. ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.